صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل. ايوه سيتي كول مع الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيكي. ابتسام اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون 506-3566. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه المنيل. الخط مقطوع كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 ولا يهمك يا اختي ابتسام. انا عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابه تجربه قاسيه عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا. هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا جدا. اوكي ميرسي. ويا ريت نعتبرك صديقه البرنامج. صديقه الشركه. مع السلامه. مع السلامه. معنا اتصال تاني نقول الو. الو يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعه لكل الناس ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ لا 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 لكل الناس. يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من ال 500 خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. فاضل له 20 وانت حضرتك بقى يا حدق فاضل لك كم خط؟ فاضل لي خط. خط؟ ايوه. لا شيخ. ايوه فاضل لي خط وابقى بدات ابيع في ال 500 خط. اسمع بقى يا خايب يا عايب. الاسبوع ده كله تنزل شيفت بالليل. فادي كول كول. مغلوب يا مان. بي كول. الو. عمده. ازيك يا حبيب؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك في واحد صديقي عز عليا قوي طالب منك 50 خط تليفون للشركة بتاعته. ايه؟ 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي. من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه! من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم مالكش دعوة بحوافزي. خليك في حوافزك انت. ايوه! ايوه ايوه لا مفيش حاجة. مفيش حاجة. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه. قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه. انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد. انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع. فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم. يا بني ادم انت هنا في بيتي ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله 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 انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها؟ ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي. معلش اتاخرت عليك. طيب معتز. ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها ودي بردك اللي انا جبتها لك بردك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ طرابوره. ايه؟ طرابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش بردك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش. واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وانا كم كام؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده من عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش. خلاص يا عم بقى. ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه؟ بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حازم. جول 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 جول.
ده جون فينا يعني في مصر؟ اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا يا ابني. قلت لك انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر يا فوق الفظيع. محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع. نود على صاحب عدل. انا متشكر يا وزي عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. يعني نتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا. سجل هدفين فقدمت اسكتلندا وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم 14. السلام عليكم. السلام. طبر كده اوعى تيجي جنبها. ها لا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله ايه ده؟ المفروض ان دي شركه محترمه. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد. اتقل جامد. ايوه بس ايوه. الشريط اللي بدور عليه مواصفات فتاة احلامك يا ريان. ياه ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. اهو خليكي مرسي خالص. طب المواصفات الاساسيه يعني يبقى حالم طيب واتمنى يعني انه يبقى جذاب جدا طويل ويا ريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ وطبعا دي كلها مواصفات اوليه. ايه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي ده تعجيز واحده بس هتختاري ايه؟ الأسئلة دي من بره المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم 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 بس وسيم بس وسيم بس خلاص. وسيم عرفت وسيم عرفت وسيم عرفت وسيم عرفت إن أنا وسيم. وسيم 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 الشريط حيموتني. معتز معتز انا بتصف يا معتز. انت ايه شريط 24 ساعة؟ مش فاتح ده. انا فتحت لك باب الكاسيت عملت فيا كده. اما لو فتحت لك باب الشقة هتعمل فيا ايه؟ زبالة وبتشتم كمان. هات الزبالة يا استاذ طارق.
اجري يا عم تسوق من عندك، في شريط متوحش بره. شكرا شكرا. طارق بيه زي صحتك؟ اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا استاذ؟ عملت لنا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في النمر؟ في رقم الموبايل. والله هو الحقيقه يا استاذ فادي اصله يعني البيانات مش تحت ايدي قوي، فانا محتاج بس شويه وقت كده. شويه وقت قد ايه؟ يعني يومين ثلاثة. مش هشوف الارض تاني يا معتز. تعال تعال. بس يا سيدي، فقلت اروح قبل ما اموت. انا حاسس ان انا على ما اكلمها هكون اتشليت يا معتز. انت قديم وطريقتك قديمه، انت لازم تغير طريقتك دي. انا لا يمكن لا يمكن اغير طريقتي في التعبير عن الاعجاب في الحب ابدا. بص بص بص، بتتكلم ازاي اصلا؟ ما انا مش عارف ابص غير لفوق. يبقى لازم تسمع كلامي. كل حاجه فيك لازم تتغير، شخصيتك وافكارك، منظرك اللي عامل زي امين الشرطه ده لازم تغير شكلك. انفخ شفايفي يعني؟ شنبك. انفخ شنبي؟ لازم تحلق شنبك. اخلص وياك تجيب سيرة شنبي تهبط. جميلة ازيك؟ انا جاتلي الدعوة اهو، اكيد جاية. هي دي مدرسة معتزة، انت بس لو تفهمني هتعمل ايه، سيب كل حاجة عليا وانا هدخلك. يا عم ابو سويلة منزل ايدك، لو عوزته تاني يبقى ربيه. ده لو رضي يطلع. اسمه حضرتك ايه؟ عمر. عمر؟ عمر مين؟ عمر ابو الوفا؟ ايوه عمر ابو الوفا. اوكي اصل عارف اكتر مني. اتفضل حضرتك. اوكي وحضرتك؟ انا صاحبه. لا انا اسف خالص حضرتك، مش ينفع تدخل. ايه؟ انا متاسف. ايه ده ما تنفعلش، انا هتصرف. خش انت وانا جاي لك. انت ما تاخرش. خش خش خش. ايه يا عم وانت ماشي بظهرك ليه؟ بدور على حد بس. انت مين بقى؟ هفهمك. عمر؟ ما انا هشرح لك اللي... عمر ابو الوفا؟ يا دفعة استر عليا. عمر ابو الوفا رجع. عمر ابو الوفا رجع يا دفعة. هو كان هربان ولا ايه؟ يخرب بيتك يا معتز. عمر ما صدقتش لما قالوا لي انك هنا، شكلك اتغير خالص. ايه ده؟ امريكا غيرتك خالص؟ انت عارفه بقى هناك امريكا رطوبه وبرد وحر وصهد وتراب. شكلك لسه شقي زي ما انت. مش قوي يعني، نص نص. اهلا. اقصد نسيت اعرفك، امل خطيبتي. اهلا 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 اهلا. صباح الفل، ازيك يا امل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ابن انكل ميربت صح؟ تعالى بابي. امال ايه؟ طبعا واعرف عمك سعاد. ايه الحفله الجميله دي؟ هاي. أنا هو. أنت إيه ده أنا؟ يا راجل طب أنا وأنت إيه؟ ما إحنا واحد. لا مش واحد. عشان لما أجي بقى يبقى شاور لي، لأن أنا مش فاكر شكلي أوي وأنا صغير. على فكرة كنت شقي أوي وأنت صغير. هو إحنا عملنا إيه بالظبط مع بعض؟ بس عشان أمل يعني. طب وأنت عاجبك اللي بيعمله أمل ده؟ الله ده أنا لسه بشتكي لك من أمل، تعملي زيه؟ مش عاوز. لخبطتوني. الطالب المتفوق عمر ابو الوفا. انت عمر؟ انت هو انا هو. بينادوا عليك. ده انا. فين عمر ابو الوفا يا جماعه؟ الحمد لله. عمر انت فاكرني؟ انا ميس ناهد. الله طبعا. امال ايه؟ ازاي حضرتك تقولي كده يعني؟ ده انا ما كنتش بفهم من حد غير حضرتك. انا ميس ناهد بتاعت شؤون الطلبه. دي كانت ماده صعبه قوي بصراحه. طيب سلمي لي بقى على الجماعه اللي جنبك. مساء الخير. مساء الخير. كده كده كده. اتفضل اتفضل. ده ايه ده؟ ماله ده؟ مش كتير. احكي لنا يا عمر عن دراستك الهندسه والحياه في امريكا. خير خير خير. الحقيقه انا يشرفني بصفتي طالب من الطلبة المتفوقين أني أقف النهاردة هنا وأكون عبرة لكم. الحقيقة واضح من كلامكم أنه أنا درست هندسة في أمريكا، وواضح كمان أن في إجماع على كده، وخلينا فاكرين مع بعض أنه أنتوا اللي أجمعتوا مش أنا. كنت عايز أقول الحقيقة يا جماعة، وأنا عايش في أمريكا، في يوم من الأيام كنت بتمشى على النيل بتاع أمريكا اللي هو في شارع امريكا العمومي، وحضرني موقف
حضرني موقف يعني حضرني. طيب يعني على ما احضرني الموقف خلونا نتكلم شويه بصراحه. هيحصل ايه لما نتكلم مع بعض بصراحه؟ حضر الموقف، موقف جميل، موقف كله شفافيه. يا جمال ازاي؟ وانا في غايه السعاده. انا مش عارفه حد خالص. انا مبسوط قوي، انا مبسوط قوي. مين ده؟ واحد من الطلبه. ده عمر بالوفا مهندس هنا في هذه المدرسه. مدرسه اللي انا متخرج منها، مدرسة اللي انا كنت مجتهد فيها، مدرسة المستقبل الدولية للي فات. المدرسة زي ما هي يا جماعة، ما اتغيرتش مش كده؟ والبالونات هايلة. عمر تعال. ايوه انا. نادوا عليا. مساء الخير. انت مش فاكر سارة وجميلة؟ مش قوي الحقيقة، مش فاكر قوي، كنا صغيرين بقى. مش فاكر. لا مش فاكر. ولا انا الحقيقه كنت فاكرك اصلا. يلا يا جميله. ممكن افتكر هي متسرعه ليه كده؟ فستانها تحفه، طول عمرها بتموت في اللون الاحمر. ايه ده؟ ثالثه رابعه؟